وصل السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الثاني بإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان الحزم 2021 الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021. يهدف هذا التمرين التكتيكي الذي نفذ بالذخيرة الحية إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. السيد الفريق استمع في البداية إلى عرض قدمه اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، وعرض حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي جنوبي تندوف. وبميدان الربي تابع السيد والفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المفحمة، بدءا بتلك التي نفذها الطيران وتتقدمه طائرة استطلاع، وصولا إلى مشاركة وحدات القوات البرية بمختلف أصنافها.
تم تنفيذ هذا التمرين بحق باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الميداني، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المفضلة. الآن نشاهد طلبة معادية العيار تتميز بالخفة وال... بين مختلف القوات وتبرز تدمير القوى البشرية والوسائل. Thank you.
بين مختلف القوات وتبرز